في كومنتري. كومنت جالي سخيف جدا. المهم ان انا مسحته، يعني مسحته عشان انا بتنرفز بسرعه، ومرض اصلا اثر على دماغي، فانا عصبيه لابعد حد. مسحته مش في دماغي، دخلت في الخاص، لقيت بعتها مسج بتقول لي انتي لا باين عليكي انك اتجوزتي ولا خلفتي ولا اي سعيد حاجه خالص، وانا مش عارفه انتي بتودي الصحه دي فين، انتي بتجيبي صحتك دي منين. ف لا، فانا من هنا قررت ان انا اعرض، لان يعني العين حق، فانا قررت ان انا اقول على المرض عشان انا مش زي ما انتوا فاهمين ببعزق صحتي. يعني انا عندي ام اس في المخ، مرض مناعي مزمن تعالج منه مدى الحياه، والحمد لله على كل شيء، وربنا يشفي كل المسلمين ويعافيهم يا رب. هاتيها اقفل عشان سيليا بتعيط، و بس كده خلاص، يلا الحمد لله. توقعت ان الموضوع يوصل ترند في اسبوع بعد ما انا ما اعلنت يعني؟ توقعتش اصلا هو يطلع ترند، انا كنت طالعه بفهم الشخصه دي، او بفهم يعني حوالي 80% من جمهوري النقطة دي، لأن دي واحدة قالت، في بقى غيرها بيبقى شايل في النفوس وساكت، بيبقى بيقول نفس الكلام بس ساكت، فدول كانت النسبة الأكبر اللي أنا بوجه لهم الكلام.